باك 6 لم بيكون. طبعا احنا خدنا خلال الاسبوع ده برضو لا نيغاسيون. لا نيغاسيون كومون جو بي ميتر لا لا فراز على فورم نيجاتيف، ازاي احط الجمله في زمن النيجاتيف او على فورم نيجاتيف في الشكل المنفي. انا طبعا اول حاجه ان انا بضع الفيرب بين النيو با، بنضع الفيرب بين النيو با. طبعا الفيرب اللي هو تاني حاجه في الجمله زي فيرب ايت، فيرب افوار. Par exemple, il est un professeur. Il n'est pas un professeur. Ben, on a fait le gomme là. Après, le verbe, le verbe être, bien né ou pas. Très simple, très, très, يعني ما فيهاش أي صعوبة. تاني حاجة في الجملة اللي هو الفيرب بضع بين النو والبا. وفي ملحوظة مهمة جدا طبعا بنذكرها اللي هي أدوات النكرة les articles indéfinis. Un, une, deux, بيتحولوا عند النفي للدو، داكوغ؟ مع كل الأفعال ما عدا فيرب إتر، يعني أدوات النكرة الـ أن والـ أون والـ دو بيتحولوا إلى في طبعا في النفي إلى دو مع كل الأفعال ما عدا فيرب إتر، يعني لو في فيرب إتر في الجملة مش بيتحولوا، أي فيرب غير إتر بيتحولوا للدو. طبعا إلي أم بروفيسور في المثال هنا يبقى il n'est pas un professeur. زي ما احنا ملاحظين كده ان اداة النكرة نزلت زي ما هي، ما تغيرتش، ما تحولتش للدو. الجملة التانية لما نبص عليها الى عين جوم اتنفت ازاي مسيو؟ il n'a pas du gom. il n'a pas du gom، يعني حولنا اداة النكرة للدو، تحولت للدو طبعا عشان ده مش verb être. داكوغ؟ ممكن ننفي، نعمل application مع بعض. Il parle français. Il ne parle pas français. Il a un frère. Il n'a pas de frère. Il achète un cadeau. Il n'achète pas du cadeau. برضو أداة النكرة اتحولت في الجملة التالتة والتانية، تحولت للدو. Il est un professeur. Il n'est pas professeur. بعد كده يقول لي شوازي، اختار. Je n'ai pas un ولا une ولا deux sœurs. يبقى je n'ai pas deux sœurs. Deux. Il n'achète pas de cadeaux. جملة دي محلولة، مش مشكلة فيها. رقم ثلاثة، je vais نقعد au restaurant. Mange ولا مونجي؟ طبعا مونجي عشان الجملة تبقى في زمن الفتير بروش. فتير بروش فيرب علي و بريزون بلس لانفينيتيف، المصدر بتاع الفيرب، يعني الفيرب اللي بعد فيرب علي ده يبقى في المصدر. تو بوان او كلوب يبقى تو فا او كلوب. فو بوان لو دوفوار، فو فينيزي لو دوفوار. الحاجة الجديدة بقى اللي خدناها خلال الأسبوع ده وهم تلات أفعال، لو فيرب دو تخوازيام جروب، فعل المجموعة التالتة اللي بينتهوا ب ار او و او اي ار و اي ار. ودينا امثله اليوم زي فيرب بواغ و فيرب فواغ و فيرب بارتير. يلا نقراهم مع بعض كده او بريزون عشان نعرف نحفظهم. جريد 6. جو بوا، تو بوا، ايل بوا، نو بوفون، vous buvez, ils boivent, elles boivent. Verbe voir, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Verbe partir, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. طبعا ده الجزء الجديد اللي خدناه خلال الأسبوع ده. يبقى احنا رجعنا على النيجاسيون النفي، وعرفنا ازاي بننفي الجملة، بنضع الفيرب بين الني والبا، وطبعا أدوات النكرة الآن إن دو تحول للدو مع كل الأفعال مع ده إتر، وشوفنا ده في أمثلة وإكزومبل، وطبعا أفعال المجموعة الثالثة
شرحناها وقلنا إن هي أفعال جازة بتتحفز، كل فيرب بتحفز بالشكل بتاعه، ما فيش قاعدة ثابتة فيه. أفعال المجموعة الأولى والتانية في قاعدة ثابتة، بنشيل ER ونحط النهايات، التانية بنشيل ER ونحط برضو النهايات، إنما التالتة شواز. أتمنى أكون استفدت من الفيديو ده جريد 6، ودي الحاجة الجديدة اللي احنا خدناها خلال الأسبوع ده. شكرا لكم.